طيب هنروح لزميلنا امير هشام ملعب مباراه ونعرف منه اخر الاخبار هناك والاجواء عنده في الملعب شكلها ايه. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا كابتن ايمن، تحياتي ليك، تحياتي لضيوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. انقل لي الاجواء عندك يا امير، ايه الاخبار؟ يعني خليني اقول لك ان الاجواء طبعا جيده جدا. ظهور النادي الاهلي ابتدى يتوافد على استاد المدينه التعليميه، اي نعم الجمهور في الحقيقه بيجي قبل المباراه بدقائق قليله جدا، كل حاجه منظمه وماشيه بالشكل الجيد جدا، لكن انا عايز اتكلم بالتحديد عن فريق النادي الاهلي وكيف استعد لهذه المباراه. التعديلات كانت مهمه جدا وكان في حماس كبير واصرار، وده مهم قوي عند اللاعبين ان هم يحاولوا باذن الله رغم صعوبه فريق فالميراس هم يحاولوا ان شاء الله يجيبوا الميداليه البرونزيه، وما اشتغلوا على الجزئيه دي وبالتحديد استفيد من الثماني خلال تدريبات الامس، والكل في الحقيقه مستعد ان شاء الله ان هو يعمل مباراه كبيره تليق باسم النادي الاهلي وتاريخه، وباذن الله نتيجتها ان الاهلي هو صاحب المركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه عشان يكرروا انجاز بطوله 2006 والاهلي فاز فيها بالبرونزيه. لكن بالتحديد عايز اتكلم واوضح جزئيه مهمه بخصوص علي معلول يا كابتن ايمن. وعلي امبارح كان عنده بعض التدريبات الخفيفه وبعض التدريبات التجهيزيه اللي كمحاولات من الجهاز الطبي، ونجح في الحقيقه في كل هذه التدريبات وكل الاختبارات الطبيه امبارح، والنهارده كانت حالته الصبح جيده جدا في مقر الاقامه، ما كانش فيه اي الام خالص. بناء عليه مستر بيتسو موسيماني كان قرر ان هو يدفع بيه للتشكيل الاساسي، وده طبعا لقيمه علي معلول كبيره سواء الدفاعيه او الهجوميه، وكلاعب مهم جدا واساسي على مدار سنوات مع النادي الاهلي في تشكيل الفريق. لكن صار وصول الفريق هنا لاستاد المدينه التعليميه اشتكى علي معلول من بعض الالام اللي عودته في العضله الخلفيه، بالتالي قرر مستر بيتسو موسيماني الدفع بياسر ابراهيم على حساب علي معلول بحيث ان يكون ايمن اصلا. لحظه يا امير هنا معلش، بعد اذنك يا امير لحظه واحده. يعني هو علي معلول لما نزل امبارح وتعمل له تجارب وعمل ما هو اقصى حاجه بتتعمل اللي هي السبرنتات، وعمل اقصى سرعه، والجهاز الطبي شاف الحاله بتاعته، الجهاز الطبي قال ان هو جاهز لماتش النهارده. خلينا اوضح لك الجزئيه دي بالتفاصيل يا كابتن ايمن. اتعمل له بعض الاختبارات الطبيه اللي بدورها ما تجازفش باللاعب تيجي له شد في العضله الخلفيه، اختبارات طبيه على حسب وجهه النظر للجهاز الطبي، مش شرط كان يبقى فيه سبرنتات ويضرب اقوى سبرنت عنده يعني، لكن كلها عباره عن بعض التجهيزات ليه وبعض التدريبات الخفيفه اللي هو نجح فيها بشكل طبيعي والامور ما كانش فيها مشكله، وهو كان مطمن نسبيا بشكل كبير. لكن كان في استقرار وكان في اتفاق ان حاله معلول يوم المباراه هي اللي هتحسم الموقف. النهارده الصبح فعلا كانت حاله معلول جيده، بناء عليه علي معلول كان متواجد في المحاضره الفنيه الخاصه بالمباراه مع مستر بيتسو موسيماني، وكان موجود في التشكيل الاساسي، وتم يعني وضع خطه المباراه على اساس ان علي معلول موجود في التشكيل الاساسي. يعني احنا عايزين نفهم المشاهدين ان علي ما اتمرنش امبارح تدريب كامل مع اللعيبه. لا 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 خالص، ما اتمرنش تدريب كامل خالص على الفريق، هو كان اتمرن في بعض الفقرات الصغيره جدا من مران الاهلي، وبعد كده خد بعض التدريبات المنفرده مع اخصائي التاهيل دكتور صالح عبد العزيز، ومن خلالها كانت تعتبر بعض التدريبات التجهيزيه بعد ما خد التصريح الطبي بانه يشارك في التدريبات ويتعمل له بعض الاختبارات الطبيه. طالما اللاعب يا كابتن ايمن ما اشتكاش، وحضرتك طبعا ادرى مني في الجزئيه دي، طالما اللاعب ما اشتكاش اذا الامور جيده بالنسبه له. امبارح على مدار الفقرات اللي هو كان بيعملها بشكل فرد كان بيتم توجيه السؤال دايما ليه، يا علي في اي الم، في اي مشكله، مفيش حاجه، فكان بيكمل، كان رد اللاعب مفيش حاجه فكان بيكمل. هو اللاعب في الحقيقه كان حريص اشد الحرص ان هو يكون متواجد وعايز يبقى موجود في كل دقيقه في المونديال، لان ده حدث تاريخي بالنسبه لاي لاعب، فاللاعب كان بيحاول كمان يساعد الجهاز الطبي ان هو يلحق بهذه المباراه. بالفعل محاولات نجحت حتى صباح اليوم، وكان الكلام كله وزي ما بقول لك في المحاضره علي معلول موجود على انه طبعا لاعب اساسي، ودايما تم الاعلان عن تشكيل رسمي للنادي الاهلي بتواجد علي معلول. لكن من حوالي يعني تلت ساعه بالظبط وفور وصول الفريق للملعب اشتكى علي معلول، قال لا في بعض الالام الخفيفه، فطبعا اللاعب كان حريص على ان الفريق يعني ما يختارش تبديل بدري، كان ممكن يجازف ويلعب، فكان ممكن الاهلي يختار تبديل بدري، فقرر او بلغ الجهاز الفني والجهاز الطبي انا حاسس ان في بعض الالام
البسيطه بناء عليه مستر بيس موسيماني قرر الدفع بياسر ابراهيم. موضوع بسيط يعني ما فيهوش اي مشكله او اي حاجه. احنا هنعلق عليه، هنعلق عليه يعني، مش هنسيبه كده بس هنعلق عليه. كمل يا امير. انا قصدي ان كان يعني كل واحد هنا موجود يا كابتن ايمن حريص على انه يمثل الاهلي بشكل الامثل، وحريص ان هو يكون متواجد في كل دقيقه في البطوله بشكل كامل. علي معلول لعيب كبير وقيمه كبيره جدا فنيه، انتوا اكيد طبعا يعني اتكلمتوا في الجزئيه دي او هتتكلموا فيها بشكل كبير وعارفين تاريخه مع النادي الاهلي على مدار السنوات الماضيه، لكن لسوء حظه هو اللاعب يعني ايه حس بعض الالام فبالتالي تم استبعاده من مباراه اليوم. ده فيما يتعلق بعلي معلول. بخلاف ذلك يا كابتن ايمن الكل يعني جاهز والكل بيأدي تدريباته على مدار الايام اللي فاتت بشكل جيد، الكل حريص كمان على ان الاهلي يرجع باذن الله القاهره بالميداليه البرونزيه. خليني اقول لك ان يعني كمان دقائق بالظبط حوالي ساعه او 8 دقائق من دلوقتي هينزل فريق النادي الاهلي لارضيه الملعب عشان يؤدي عمليات الاحماء ويستعد للاستعداد الاخير لمباراة النهاردة أمام بالميراس. في تأكيد كبير جدا على قوة هذا الفريق، فريق كان جاي يلعب المباراة النهائية مع أيا كان مين الفريق اللي كان هيقابله في المباراة النهائية، هما كانوا جايين عاملين حسابهم إن هيلعبوا في المباراة النهائية لقوا نفسهم بيلعبوا على الثالث والرابع. صحيح. من هنا طبعا جاية صعوبة هذه المواجهة، مواجهة هتبقى صعبة جدا لأن هما أكيد عايزين يعني يردوا اعتبارهم ويثبتوا إن هما فريق كبير، لكن إحنا عندنا رجالتنا رجالة النادي الأهلي إن شاء الله يكونوا في الموعد وإن شاء الله بإذن الله يفرحوا. أخبار الجماهير المصرية عندك إيه يا أمير؟ الجماهير زي ما قلت لحضرتك يا كابتن ايمن يعني بتبتدي تتوافد على الاستاد، يعني اكيد كلهم مبسوطين جدا بتواجد النادي الاهلي هنا في المونديال، فاي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي هتلاقي فيها جماهير موجوده سواء جماهير مصريه بشكل عام او جمهور النادي الاهلي تحديدا اللي دايما بيكون حريص ان هو يكون ورا الفرقه لما بيكون في فرصه لتواجده في المدرجات. بصراحه كل الجماهير هنا الاهلاويه كانت ورا الفريق لحظه بلحظه حتى لو هم مش عارفين يوصلوا الفرقه في مقر الاقامه بسبب الاجراءات الاحترازيه وبسبب الفقاعه الطبيه، لكن هم دايما برسائلهم اللي كانت بتوصل للعيبه من خلال كمان المباريات السابقه ومن خلال مباراه النهارده اكيد ليهم دور كبير جدا مع النادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز امير هشام، وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله.